الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إعلام دبي، الحضور الكريم، قبل 20 عاماً انطلقت جائزة الصحافة العربية برؤية راعي الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتكون منبراً لأصحاب الأقلام المبدعة وتكريماً للصحفيين العرب. وضعت الجائزة خلالها بصمات واضحة في طريق مستقبل الصحافة العربية، حيث شارك فيها أكثر من 100,000 صحفي وصحفية من 43 دولة، وكرمت أكثر من 300 فائز وفائزة من شباب ورموز الصحافة في الوطن العربي. وهنا نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل أعضاء المجلس الحالي على ما حققته الجائزة من انتشار ومكانة متميزة. وبالطبع لن ننسى جهود 90 عضواً من أعضاء المجالس الإدارة السابقين و1130 محكماً في لجان التحكيم من قامات إعلامية وفكرية عربية. واليوم من هنا في إكسبو 2020، حيث المستقبل وتواصل العقول، وبتوجيهات راعي الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نعلن عن بدء مرحلة جديدة، تأكيداً على رؤيته أن تكون دبي عاصمة دائمة للإعلام العربي ومركزا لجذب المبدعين العرب. نعلن عن تطوير جائزة الصحافة العربية لتصبح جائزة الإعلام العربي، والتي تضم 3 قطاعات رئيسية: الصحافة العربية، الإعلام المرئي، والإعلام الرقمي. وكما عودنا صاحب السمو دائماً برفع سقف التوقعات والابتكار وتكريم الإبداع الإعلامي في ظل تطوراته الجديدة، لتبقى دبي دائماً مركزاً حيوياً للإعلام والإعلاميين. شكراً لكم.